عنا معلقتين كبار زيت نباتي، عنا بصلة مفرومة ناعم، جزرتين مفرومين ومسلوقات، كوب فلفل أحمر ملون، وعنا كوب بازيلا مسلوقة، كوب فطر مفروم ناعم، كوبين أرز مفلفل، ومعلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة بابريكا، ملح وفلفل، و12 مربع باف بيستري. هلا بالنسبة للبصلة عم نقليها بشوية زيت نباتي، بدنا نطول بالنا عليها شوي، وبعدين ننزل باقي الخضر. هلا هو الباف بيستري هو عبارة عن عجينة، مرات الستات بيسألونا كيف شكلها، طبعا أنا شايلة الباكيت لأنه ما بقدر أفرجي الاسم التجاري بس، وحاطة ورق زبدة بيناتهم عشان ما يلزقوا، وتاركة شوية هيك كرتون بيناتهم، بيجوا يا أما على شكل مربعات يا أما على شكل بلوك، وأنت بتقسميه، أنا بفضل المربعات أسهل للرق. موجودة بالسوق باسم الباف بيستري، وفي يعني اللي بحب يسألني عنها وين موجودة، بس معظم الستات صاروا يعرفوا وين. حكي لنا إياها. هلا بالنسبة للخضار بنتا اختيارية، يعني فيكم تضيفوا مثلا ذرة، فيكم تحطوا فاصوليا خضراء مقطعة ناعم، أنا بس اللي اخترته هو كان الجزر. جزر سلقته يعني ثلاث ارباع سلقه، لانه يعني بديش يكون بيقرش جوا الصرار. البازيلا سقطها بالمي السخنه بس خمس دقائق، مش كثير. هون عندي فليفله ملونه حمراء وخضراء، وفي عندي فطر زي ما قلت لكم، فيكم تضيفوا انواع ثانيه. هلا اول شيء بننزله بعد البصله، انه بياخذ وقت الفليفله، لانه طبعا الجزر عندنا مسلوق ما راح ياخذ وقت. اكيد هاي الفليفله الملونه، وبعدين منحرك يا بنتا. البهارات بتزيد شوية زيت لأنه بدنا ننزل بعدين الرز. الرز بنتا مستوي، أنا جايبته مفلفل. جايبته مفلفل جاهز. لأنه بالأوزي أنت ما بدك الرز يكون خابص، بدك يكون مفلفل، وبعدين تخلطيه مع خلطة الخضار. فعادي زي ما بتفلفل ست البيت الرز بأي طريقة هي متعودة عليها، سلق أو مثلا بتقليه شوي بعدين بتحط المي، هذا اختياري. دي مايك يكون مسلوق وجاهز، ولا يكون شوي بارد. فيه لا يكون بارد كمان قرشه ولا عادي؟ لا 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 عادي مستوي. مستوي بس كمان لازم يكون يعني هلا كل هاي الخلطه لما نعملها لازم نبردها، اذا حطيتيها وهي سخنه بالعجينه بتفرط العجينه بتفتح. فلازم الخلطه تتبرد، وانا جايبه مبرده حتى نقدر نشتغل فيها. هلا الجزر بنتا، شو اخبار الفيسبوك؟ كنت قلتي لي مبلشين اسئله. بلشوا في عندك فايز بتسالك انه كيف طريقه بارز الليمون. بارز الليمون عملتها بالحلقه الماضيه. مين اللي عم تسالني؟ فايزه. قلتي فايزه. فايزه يسعد صباحك. اول شيء هي كثير بسيطه، هي كانت الطبقتين، الطبقه الاولى عباره عن 200 جرام زبده مع كوبين طحين، نص كوب سكر خشن، وفي شيء ثاني كان معها السكر والطحين، وإذا بدك ارجع على الصفحة عشان أتأكد منك، بس على كل مبدئيا هيك كانت. من ورشة ملح، هذا الإشي الرابع، من بصة الطبقة الأولى ومنشويها بالفرن 10 دقائق، وبعد ما نطلعها من الفرن نرجع منضيف لها الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن 4 صفار بيض، منحط معاهم نص كوب حليب، كوب ونص سكر ناعم، بعدين منحط معهم برش ليمون، وتقريبا كوب وثلث من عصير الليمون. فهي كتير تكوني حستيها حامضة، بس هي بتتعادل مع السكر الناعم فبتطلع طعمها كتير طيب. بعدين هاي الطبقة كلياتها بنمسكها وبنحطها على الطبقة الأولى، وبنرجع ندخلها على الفرن ثلث ساعة، فكلها على بعضها بتاخذ نص ساعة. وإذا بدك اليوم بنزل الفيديو أنا تبعها من موقع رؤية على صفحتي، وبرضه أكيد بتلاقيها على الموقع صارت نازلة إن شاء الله. هلا الفطر. في عندنا كمان نهى تسأل كيف ممكن تحفظ الدجاج بالثلاجة، دجاج الني مش ال تحفظه بالثلاجة؟ ما بيقعد بالثلاجة أكثر من يوم، يعني أنا ليلة ما ببيته إلا ليلة واحدة، إذا أكثر من هيك بدها تفرزه. بس يعني ليلة واحدة بس، يفضل طبعاً يكون منظف كثير منيح، حاطة عليه كل المواد، يعني كل الإنجريدينتس أنت متعودة تنظفي فيها، مثل مثلاً الملح، الليمون، في ناس بحطوا خل، في ناس بحطوا طحين، كل واحد وطريقته. أكيد بتنظفيها كثير منيح، بتنشفيها وبتحفظيها بالثلاجة مغطية بالنايلون، أهم شيء حتى أولاً ما تتأثر وما تأثر على الأشياء الثانية اللي بالثلاجة. طبعاً إحنا ديما هي عندنا موقع رؤية طالع. للي بدهم يتواصلوا معنا اكيد. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط البهارات اللي عندنا، في عندنا هون معلقه بهارات مشكله. سوري هاي فلفل اسود اللي حطيتها، لا قرفه كانت لحالها، بس هي حتى خلطتي انا فيها قرفه. هاي اللي خلطت البهارات، كركم وبابريكا.
آسفة اللي حطيته أول كمون، كمون بهارات بابريكا وكركم، هاي الأربع بهارات اللي عنا. نحركهم كتير منيح. هلأ بهاي المرحلة بدي أضيف عليهم الرز اللي زي ما قلت لكم مستوي. لا مش راح احطه كله، هو تقريبا يعني بدكم تكونوا حاطين ممكن تطبخوها مع بعض ولا شوفي في ناس بتطبخوها مع بعض بس انا بلاقيها بتخبص. عرفتي شو قصدي؟ بيطلع الرز هيك مع الخضار يعني، بس هذا طبعا اختياري، اللي بيحب يعملها هيك اكيد هو حر. هلا بعد ما نخلصها فانيتا شو لازم نعمل؟ شو؟ تبرد تماما يعني، لازم ما بتستنيها تبرد عشان تحطيها. هاي الملح قلتي لي بتفتح العجينه لازم تكون بارده تماما. هون في عندي الخلطه، لما بدنا نحركها شوي هيك وهي ما بتاخذ وقت بهاي المرحله خلص. لانه عندنا الجزر مسلوق وباقي الخضار كله مستوي يعني صار. بصير لونها على صفار اكثر. هاتي اذا بدك عشان احرك بعنف اكثر. لانه انا لما احرك دائما تلاقيني عبيت الدنيا حوالي. نعومه بنتا ايش قصدك؟ فهلا بعد ما نحرك مزبوط بهاي الطريقه نترك كل هاي الخضار عندنا، شايفه ما احلاها؟ خلص نطفي عليها ونخليها تبرد تماما بنتا قبل ما نحشيها. والرز اخذ لون البهارات مزبوط بالضبط، يعني لسه لو بحرك اكثر رح يصير على نفس لون البهارات اللي عندي مزبوط. خلينا نخليها على جنب عشان نبدا نشتغل بالعجينه. اول شيء طبعا لازم ننظف قدامنا حتى نفرد العجين. طب في احنا بدنا نصبح على اروى، بتصبح علينا من المدينة المنورة، صباح الخير أروى. ونيفين صباح الفل بتقول لك، وتصبح عليك كمان نيفين، الله يسعدك أكلاتك طيبين. الله يسعدك يا نيفين. تصبح على ربا بتقول لك صباح الخير ربا. أفنان منورين الله يخليك بوجودك، شكرا أفنان. عبد الله صباح الخير بنات وديما، صباح الخير الخير عبد الله رمضان. اوكي خليني انا اعمل ريفرش قبل ما انت تقولي لنا شو عم تعملي. ولا شيء، رشيت شوي طحين على الطاوله حتى ما يلزق معي عجين البوف بيستري. وحتى الشوباك اللي بدنا نشتغل فيه لازم برضه ندهنه شوي طحين. عبد الله عم بيعاني مع اسم العجينه. يا عبد الله والله حكيت البوف بيستري. اوكي فكرتك بتقولي الشوبك مش عربي يعني، شوبك لو سمحت ما العجين الشوبك. طيب هلا بس بنخليها على شكل مربع، بنحاول بس بنكبر المربع يعني، هي اوريدي مربع بنخليها على نفس الشكل مع تكبيرها شوي صغيره. انا بفضل هاي العجينه، بس اللي بحب يعملها بالفيلو بيستري اكيد بيقدر، بس انا اللي بحبه فيها انه يعني هيك بتضلها متماسكه ما بتكسر ما بتنشف معاكي. وطعمتها الصراحه لانها ادسم اسكى. هلا حتى الصحن اللي بدنا نشتغل فيه انا شوفي يعني مجهزه حجم كثير صغير. لو بتحبوا يكونوا اكبر تقدروا تعملوها. لاحظت احنا بنعملها بالهذا كبير. طبعا شوفي في انا جايبه حجم الشورب. اكبر ولسه بتقدري كمان واحد لسه اكبر من هيك. بتقدري بتاع الشوربه. هلا انا مثلا عشان عندي بنات صغار فبقول هيك كل وحده بتاخذ وحده بدل ما اقعد اقسمهم انصاص مثلا، فمتعوده بعملهم صغير حتى بالعزايم بحب هيك صغار، لانه دائما مرات الناس بتصير تقول لك اقسمي لي نص وحده. عرفتي فهيك بتريحي راسك هيك احسن حجم صغير. اللي بده يزود بزود. ما هي هلا شوفوا الخلطه هاي اللذيذه نحطها كلها جوا. والله معك حق. هلا كمل هيك. بس بتعرفي بنات حابه كثير اعيد اليوم على رامي. رامي وعدني ينزل يطبخ معي مره في المطبخ. لازم عزمته اليوم كان لازم بس ما بده. شكله بده فاتح يعني، هو فاتح بطنه على منسف. بس هو يعمله مش انا. بس هدول زاكين كمان يعني رامي. معلش لا لازم رامي تنزل مره تفرجينا مواهبك، انت كثير وعدتني انك شاطر بالمنسف. نشوف هلا شو بدنا نعمل. بنسكرهم على بعض، بنحاول ما نترك اي فراغ. تلزق لحالها بدون شيء ولا شيء ولا بدهنها باي شيء. حتى بتعرفي زمان كنت ادهنها من فوق بالبيض وكذا زي ما الناس كانت تعمل يعني. قد ما بيجيني مرات انتقادات انه الناس ما بتحب البيض وبتخاف منه صرت ما ادهن. ولا بسلها شيء، بحط عليها شويه زيت نباتي بالفرشاي وبتصير جاهزه. شايفه ما احلاها؟ حجمها لذيذ. خلينا نعمل كمان وحده. منيح هذا الحجم. هيك مناسب.
هي بتنفش شوي بتصير زي اللي معانا. هلا اهم شيء عن عجينه الباف بيستري كمان نصيحه، انه لما بتشتروها تاكدوا انها ما تكون دايبه على بعض او سايحه على بعض بالسوق. مرات في بعض المتاجر للاسف بتطفي الثلاجات بالليل فبتسيح عجينه الباف بيستري وبتلزق على بعض. فدائما طلعوا من طرف الباكيت انه يكونوا المربعات مفصولين عن بعض مش لازقين ببعض. زي ما قلنا بنخليها مربع بس بنكبره شوي. طيب يلا احنا نصبح على وردة الصحراء، تصبح علينا. الله يسعد صباحها يا رب. تغريد صباح الخير تغريد، تغريد سمهوري، وفاء العبادي صباح الخير، وسيمة صباح الخير. بس سيمة بتقول لك اشتقت لك. سيمة برجيلة. سيمة ايوه يسعدك يا سيمة حبيبتي انت، وانا اشتقت لك كثير. لما بنحط العجينة بنحاول طبعا نضغط شوي بدون ما نخزقها حتى تتحمل الحشوة اللي بدنا نحطها فيها. هي ما بتنزل مع الرز لحالها؟ ايش هي؟ لا بتنزل العجينة. بتنزل بس انه شوي نبسطها في الايد، يعني شيء بسيط طبعا مش زياده عن اللزوم، ونحاول نخلي الحفايف دائما نضاف حتى تسكر معنا بسهوله وتلزق بسهوله. وبحاول زي ما شايفين اوصل للحفه حتى يكون شكل السره متساوي، يعني ما تطلع معك وحده كبيره وحده صغيره، حاولي خدي ليفل معين من الصحن واشتغلي عليه. هلا بدنا نحطهم بالفرن؟ بندخلهم على فرن حرارته 180 درجة لمدة بالضبط بنحطهم 20 ل 25 دقيقة. هي الباف بيستري لحالها بتبين، بس تصير هيك مبقبقة من فوق أو تطلع بابل يعني خلص بتكون صارت جاهزة. وبتكون صارت جاهزة للأكل.